سمحت ركز معايا. والهايبوثيرميا از ا ميجر كوز اوف ديس ان ذا نيبورن، يعني بنعالج كوز اوف ديس بكوز اوف ديس. ده منطقي ولا مش منطقي؟ كلنا نتفق ان سبايت اوف ذا جريت ادفانسز ان نيونيتال كير ستيل الهايبوكسيك سكيميك انكيفالوبسي وان اوف ذا ميجر كوز اوف ديس. طيب ايه الجديد بقى؟ الدكتور محمد خشب قاعد على المنصه يقول لي يا عبد الرازق ده موضوعك قديم قوي يا ابني، واحنا استهلكناه من زمان، وانت جايب الصح الميتين ليه؟ اقول يا بيه معلش استحملني، ذا ميجر ادفانس ان نيونيتال كير ريجاردنج هايبوكسيك سكيميك انكيفالوبسي هو ايه بقى؟ هو successful translations of therapeutic hypothermia into routine practice. يعني الموضوع استهلك بحثا واتكلموا فيه كتير، وكان طالع موضه فتره من الفترات وكلها محاضرات المؤتمرات وكلمنا كتير، واللي جاب الجهاز جابه واللي ما جابوش ما جابوش، والجهاز باظ عند بعض المستشفيات والدنيا اتركنت ونام الموضوع على كده. جه بقى الكلام الجديد فيه ان احنا عايزين نعمل ترانسليشن لموضوع الثيرابيوتيك هايبوثيرميا لروتين براكتس، يعني يبقى عمليه روتين. طبعا كلنا عارفين الشاب الوسيم الدكتور احمد عامر ده، لقيت عامل بوست كده من كام يوم بيشكر مستشفى متغمر ويشكر مستشفى المنصوره الجامعي، وبيشكر الدكتور عبد الرازق برضه على الموضوع. معلش يا دكتور هشام، معلش هو اصلا لقيتها عامل ايه بس عاوز ايه؟ مالكش دعوه، هو احمد عامر لقيته عامل البوست ده عمل له ايه بس؟ والراجل شكرني على ملأ، فلازم اشكره على ملأ. طبعا انا بشكره على ملأ مش عشان هو شكرني، عشان هو خد المعلومه وبدا ينفذها، بدا يعمل اكشوال ترانسليشن وسكسسفول ترانسليشن ريسيرابيوتيك هايبوثيرميا لروتين براكتس. يعني هو مش كلام بس وخلاص واللي عنده جهاز قافل، لا ده هو راجل لقى سمع المحاضره في الزقازيق، لقى الجهاز عند الجامعه بتوع المنصوره، راح اتصل بيهم وبقى اكتف في الموضوع وحول الجهاز. يبقى هو الجديد في الموضوع ان احنا نعمل ترانسليشن للثيرابيوتيك هايبوثيرميا لروتين براكتس، ما عادش هو بقى اسمه كلام نظري وكلام محاضرات نقول الكلمتين وتمشي وخلاص كده. فمش كده يا دكتور احمد على انك انت عملت الابديت في الموضوع والادفانسز في الموضوع. الثيرابيوتيك هايبوثيرميا دي بتمبروف المورتاليتي والموربيديتي اوف هايبوكسيك سيميك انكيفالوباسي، يعني هي بتحسن الاثنين. فمعظم حالات النيوبورن ان لو اي تريتمنت بيحسن المورتاليتي بيبوظ الموربيديتي، يبقى في كومبليكيشن لونج تيرم اوت كم كومبليكيشنز. هنا الثيرابيوتيك هايبوثيرميا بتحسن المورتاليتي والموربيديتي في نفس الوقت. طب بتحسنهم ازاي؟ ازاي الهايبوثيرميا بنعمل نيورو بروتكشن؟ عن طريق تو مين بارس، اللي هو موديفاي الابوبتوزيس اللي هو البروجرام سيل ديس. طبعا البروجرام سيل ديس طبعا كلنا عارفينه هو الابوبتوزيس. معلش رزقه كده عمل لك ايه بس يا دكتور هشام؟ مفيش مايك كده اتحرك بيه لو سمحت. انا عايز اتحرك عشان بس الدكتور احمد بيشوفني بس. شغال؟ الثيرابيوتيك هايبوثيرميا بتعمل حاجتين عشان تعمل نيورو بروتكشن. عشان بس اشوف الباشا الجرافات الحمراء والمنديل الاحمر ده روشني، انا ما مروش حقيقه بيه بصراحه، يعني البيئه على جنبك اهوت حاجه وقوره كده. ما هو ده هيقول لك الموضوع قديم مع الدراسه، فانا بثبته عشان نعرف الموضوع مش قديم ولا حاجه. هو الترانسليشنز النيورو بروتكشن عن طريق حاجتين، ان هو بيعمل موديفاي الابوبتوزيس ويعمل ديكريز ميتابوليك ريت في البرين. الابوبتوز كلنا عارفينها ان اي سيلز بتبقى موجوده فيها ابوبتوتيك جين، الابوبتوتيك جين ده المفروض ان هو بيبروجرام سيل ديس الخليه دي هتموت امتى؟ بعد خمس ايام، بعد اسبوعين، بعد 20 يوم. ودي از فيري بينيفيشال لان الابوبتوز ده مش موجود هيبقى في سرفايفل وفي امورتاليتي للخلايا، امورتاليتي الخلايا دي بتساوي مالجنس على طول. فايز فيري فيري امبورتنت ان يبقى في ابوبتوز او البروجرام سيل ديس. نيورو بروتكتيف افكت اوف هايبوثيرميا ان هو بيعمل موديفاينج الابوبتوزيس. الحاجه الثانيه بيقلل الميتابوليك ريت في البرين، وبالتالي بيقلل الابتيك اوف اوكسجين ان اساتويشن وذ لو اوكسجين بريشر. بنيت الاسفيكسيا وهايبوكسيك سكيميك انكفالوباسي، ايه الفرق بينهم؟ احنا ممكن عندنا حضانتين حضانة فيها مشخصين بنيت الاسفيكسيا وحضانة مشخصين هايبوكسيك سكيميك انكفالوباسي. ايه الفرق بين الحضانة دي والحضانة دي؟ بنيت الاسفيكسيا من اسمها بيري نيتال، دي برضه هنعوز بعد كده في التريتمنت. بيري نيتال يعني انت نيتال ونيتال وبوست نيتال. اذا الاسفيكسيا ممكن تحصل انت نيتال كوزز، وبالتالي هنشوف نعالجها ازاي، وفي نيتال كوز وبوست نيتال كوز. هي عباره عن انسلت تو ذا فيتس اند ذا نيوبورن، مشكله حصلت للفيتس ان يوترو والنيوبورن، فيها هايبوكسيا، هايبركابنيا،
decrease perfusion ischemia وفيها التشو اسيدوزس. دي بتحصل ان البيبي سيمبلي بيتولد ما بيعيطش ما بيتنفسش، نعمل له ريسسيتيشن باصبح ده بنتل اسفيكسيا. طب امتى نقول عليه هايبوكسيك ischemic encephalopathy؟ لو presented by CNS manifestations زي الكوما الكونفالجن الديستيربد كونشس يبقى اصبح هايبوكسيك ischemic encephalopathy. طيب ايه الدمج اللي بيحصل في الاسفيكسيا او الهايبوكسيا عشان هنصلحه بعد كده بيسبب لك هايبوثيرميا؟ ايه الدمج اللي بيحصل؟ في برايمري دمج وفي سكندري دمج. برايمري دمج احنا عندنا مشكلتنا فيه مفيش اكشن وبالتالي مفيش انرجي ميتابولايز اكتف من انرجي ميتابولايز زي الاي تي بيز. فمفيش اي تي بيز ايه اللي بيحصل؟ الاي تي بيز بيعمل بالانس في الصوديوم بوتاسيوم بالانس في الخليه، الصوديوم بيخش المفروض ما ده مش بيته بيطلعه الاي تي بيز بيروح خرجه بره الطاقه يعمل له ايه؟ يعمل له ايجكشن اوت سايد ذا سيل. لو مفيش عندها الانرجي ميتابولايز هو اي تي بيز ايه اللي بيحصل؟ الصوديوم بيخش بياخد معايا مين يا دكتور هناجي؟ الووتر. فبيعمل اديما يعمل سيل اديما يعمل دامج للخليه في نفس الوقت بيعمل ديستربنس للانتجريتي اوف ذا سيل ميمبرين. يبقى اول برايمري نقص اكسجين يعني نقص هاي انرجي ميتابولايز يعني نقص اي تي بيز يعني مفيش صوديوم بوتاسيوم بامب. الصوديوم دخل ما خرجش خد معاه الميه عمل مسيره قديمه عمل ديستراكشن للخليه. دي بالنسبه للبرايمري. السكندري بعد 6 ايام والست ايام دي مهمه قوي يا دكتور عاطف عشان اللي احنا هنعمل سيرت هايبوثيرمي. السكندري بعد 6 ايام لغايه اب تو 100 دايز السكندري بيحصل ايه؟ بالاضافه للسيره القديمه بيحصل فيه اكزايتاتور امينو اسيد خرجت جوه الخليه ومفيش ري ابتيك عشان مفيش اي تي بيز برضه وبالتالي يحصل فيه اكيوميليشن للاكزايتاتور امينو اسيد او سايد ذا سيل وبالتالي بتعمل دامج للخليه. الباثوجينيس مهم ولا مش مهمه؟ احنا عندنا في دول العالم الثالث مش مهم. احنا عايزين في الاخر يا دكتور ناجي عايزين ايه؟ فين الكلينيكال مانيفستيشن؟ فين الانفستيجيشن؟ فين صفحه التريتمنت؟ نخلص عشان كده دايما احنا في التالت على طول ما بنطلعش قوي على طول. بس هم عشان نبدع بقى الابداع نفسه ان هاو تو انفستيجيت ابديت هاو تو تريت ابديت. على الاقل لو احنا مش هنعمل انفستيجيشن وقدراتنا ما تسمحش بالابديت في التريتمنت نعرف الناس دي عملت ايه. فالباثوجينيسيس مهم فيري فيري امبورتنت وهنقول في كلمتين بسيطة عشان ما نكترش. فروم براكتيكال بوينت اوف فيو الباثوجينيسيس بتاع الهايبوكسيك اسكيميك انكفالوباسي هو از نوت ا سنجل ايفنت ذيس ا مالتيبل ايفنت ايفولفينج بروسيس. يبقى في اربع ستيجز. الستيج الاولاني اللي هو البرايمري ستيج immediately after the event بيحصل الستيج الاولاني بعد كده يحصل latent period وده الويندو اوف اوبورتيونيتي اللي احنا بنستخدمها عشان نستخدم الثيرابيوتيك هايبوثيرميا. ما لحقناش في الست ساعات دول يا دكتور ناجي اللي بيحصل لنا بيخش في السكند ستيج المور ديستركتيف ستيج. ما لحقناش في الستيج ده بيخش بعد كده في التيرشال ستيج اللي هو ستيج الحلو قوي اللي احنا المفروض بتوع العالم التالت بيستنوه ده ستيج اوف ايه؟ ريكفري اند ري اورجانيزيشن. لكن لما نوصل للمستوى ده خلاص حصل دامج للبرين لا نعرف نعمل ريكفري ولا نعرف نعمل حاجه خالص. يبقى البرايمري ستيج هو الايميديت افتر ذا ايفنت اوف هايبوكسيك اسكيميك انكفالوباسي وده اللي بيحصل فيه السيلولر القديمه وبيحصل فيه اكيونيشنز اوف ذا ميتابولايز والانتجريتي. الليتنت فيز ده هو بعد الميني نيورونز اف بتورينا انيشال اند بارشال ريكفري بعد الدمج اللي حصل في الفيرست ستيج اللي هو الليتنت فيز هو اول ست بعد ست ساعات من الايفنتس بيحصل انيشال مبدئي وبارشل ما هوش توتال ريكفر لان بعد كده بنخش في السكند ستيج ويحصل مور ديستراكشن. في الستيج ده هنعمل ام ار اس ولا نعمل ام ار اي؟ او معنى صح عايز هايبوكسيك اسكيميك انكفالوباسي نعمل ام ار اي بعد قد ايه؟ فيرست اوف اول في الستيج ده بيبقى ده ميتابوليك ستيج فنعمل ام ار اس. الام ار اس اللي هو ايه؟ ماجنتيك ريزونانس سبيكتروسكوبي ده اللي بيديتكت الميتابوليزم او الميتابوليك باث واي بتاع البرين. الام ار اس بنلاقي فيه ان الكرياتين فوسفيت عالي في الاول ويقل الان اورجانيك فوسفيت يبقى ده جود ميتابولايتس اند جود ميتابوليك ستيس. ليتر اون بيقل الكرياتين فوسفيت ويزيد الان اورجانيك فوسفيت يبقى ده معنى خلينا في السكند ستيج اوف ديتيريوريشن. طب امتى نعمل ام ار اي بقى؟ في السكند ستيج اللي هو بعد ست ساعات بيحصل فيه دامج مور دامج اند مور بروجريشن للباثولوجي بتاع ديو تو اكيوميشن اوف زيتاترو امينو اسيد او ذا سيل. مع السكند ستيج ده اللي هو بعد ست ساعات مع سكند ستيج اللي هو بعد ست ساعات بيبقى في حاجتين اسوشيتد ويز تو ايفنت. اول حاجه الباثولوجي بيحصل في البرين وبالتالي ممكن نعمل ام ار اي. لو عملنا ام ار اي قبل ست ساعات مش هنلاقي فيه باثولوجي في البرين نقول ده نورمال. يبقى عاوزين نعمل انفستيجيشن قبل ست ساعات هنعمل ام ار اس عشان نشوف الميتابولايز والميتابوليزم ونشوف الايفوليوشن بتاعته. بعد ست ساعات نعمل ام ار اي بقى عشان نشوف باثولوجي في البرين ده على ست ساعات. ده في السكند ستيج ده بيبقى معاه حاجتين الهيستولوجيك برين ده مش حصل والحاجه الثانيه ظهور السيجرز او الكونفالجن.
وبالتالي معنى ان البيبي جالنا وشخصناه هايبوكسيك اسكيميك انتفالوبسي عشان في كونفالجن احنا مش هنعمل له حاجه. يبقى احنا ما نفرحش ان ده ايه ده هايبوكسيك اسكيميك عشان فيه كونفالجن. وانس ان الكونفالجن حصلت دي معناها ان السكند ستيج اوف ديستراكشن اوف ذا برين سيل حصلت وديت مور دامجنج اوف باد بروجنوزس. يبقى بعد 6 ساعات عشان كده بقول ان ويرد اوبورتونيتي عند دورينج ذا فيرست 6 اورز بعد 6 ساعات بيحصل مور دامج للبرين بيحصل باثولوجيكال ليجن في البرين ممكن نديتكت باي ام ار اي. وتاني حاجه ان بيحصل فيه السيجرز وظهور السيجر ديت علامه من علامات ان اوف باد بروجنوزس. يبقى احنا مش هنعرف نعمل حاجه. تيرشري فيس اوف ريبير اند نيور اورجانيزيشن احنا بقى دكاتره عالم بنستنى الفيس ده قول ما في فيس حلو احنا مستعجلين ليه ما في ريبير وفي اورجانيزيشنز. الريبير ده بعد البالك اوف ديس بيحصل فيه ريبير وري اورجانيزيشن بيبقى نيو سيل فورميشن بتتكون ويحصل ريسايكلينج اوف ذا ريسايكلينج اوف ذا نيورال سيركتس ريوايرنج اوف نيورال سيركتس. لكن unfortunately مع الستيج ده بيحصل فيه اب ريجوليشن في الابوبتوزيس. واحنا دايما بنتكلم عن الابوبتوزيس كتير يا دكتور عز الحمد لله على السلامه يا فندم نورت حضرتك. يبقى في في الفيز ده بيحصل فيه نيو سيل فورميشن ويحصل ري وايرنج تواصل بين السيركلز اوف ذا نيورال سيركتس. بس unfortunately بيحصل في نفس الوقت اب ريجوليشن في الابوبتوزيس والابسس بيعمل مور سيل ديس اند مور دامجنج اوف ذا برين. وبالتالي ما هوش الفيز الوردي اللي احنا ممكن نستناه. ودي هايبوكسيا برايمري انجري ليتنت فيز سكندري فيز وتيرشري فيز عشان ما فيش وقت. وات از ثيرابيوتيك هايبوثيرميا في كلمتين ثيرابيوتيك. انا بادئ متاخر لو سمحت ما تقفش انا بادئ متاخر والله مش تبع ثيرابيوتيك تبع حتى شير بيرسون قاعدين الله ينور عليك. ايه بقى الثيرابيوتيك هايبوثيرميا في كلمتين هو نيورو بروتكشن بين مودريت اند سيفير هايبوكسيك اسكيميك انتيفالوبس. يعني لازم يكون سيفير مودريت او سيفير المايلد مش هنعمل له حاجه. طب عنده ايه خمسه ايكوال اور مور ذان 35 ويكس جيستيشن يعني ليت بريتير يا فول يا فول تير. ما ينفعش في الفيري بريتير لان زي ما قلنا الهايبوثيرميا وان اوف ذا ميجر كوز اوف نيو بير سبيشالي فيري بريتير وبالتالي ما هياش انديكيتد في البريتير لان بتعمل ديستربنس وتعمل ريكسي ان هو يموت البريتير. يبقى عيل مودريت او سيفير هايبوكسيك اسكيميك ليت بريتير او فول تير وزنه اكثر من كيلو 8 من 10 وتعمل اميديتلي افر ريسستيشن دور ذا فيست 6 اورز والتارجت تمبريشر بتاعتنا بين من 33 لو طار 34 ديجري سنتيجريد اند افويد هايبوثيرميا. ده باختصار شديد قوي ايه هو الهايبوثيرميا. امتى بقى الانديكيشن هو نفس الكلام اللي قبل كده ان العيل يكون 35 اسبوع او اكثر يبقى ليت بريتيرم او فول تيرم كيلو 8 من 10 في وزن 6 اورز في ايفيدنس اوف اسفيكسيا ان نلاقي 2 اوف ذا 4 اللي هو الابجر سكور بتاعنا بريزيستنس ابجر سكور عند 10 دقائق ايكوال تو اور ليس 5 او بريزيستنت نيد اوف ميكانيك اوف ريسسيتيشن ويز ميكانيكال بوست بريزر فنتيليشن ويز اور زاويت كاردياك مساج او بريزيستنت كورد بلاد او ارتير باد جازز عند ساعه اقل من 7 او في اكيوت ايفنت تقول ان الواد هيخش في السيفير هايبوكسيك اسكيميك او يكون في الكلينيكالي ايفيدنت مودريت اور سيفير هايبوكسيك اسكيميك. طب في كونتر انديكيشن في ريليتيف كونتر انديكيشن لو الطفل لايف ثريتنينج كواجيولوبس او لايف ثريتنينج كونجنتال انوميليز او سيرفايفر ابييرز ان لايكلي بس في الحاجه الواد ده هيموت فما نعملوش هايبوثيرميا بس لازم ياخد راي الدكتور محمد خشبه نعمله يا بيه ولا ما نعملوش عشان هنحاول الحاله فممكن لك ما لكش تعب ابعتوا لي ما جايز يعيش فلو عاش ما يعيش بهاندكاب بقى. يبقى احنا لو في ان هو سيرفايفل ابيرز ان لايكلي مش محتمل ممكن ده ريليتيف بس ناخد راي الباشا الاول يا بيه نبعت الحاله ما بعتهاش لان ممكن هو له راي كبير بقى في الموضوع يقول لك لا ما ده ممكن يعيش ولو عاش هيعيش هاندكاب فاحنا ناخد فرصه ان احنا نعمل له تريتمنت كان وي تريت بري تيرمينيس باي هايبوثيرميا. طبعا بري تيرم وان اوف كوز اوف ذس هايبوثيرميا وبالتالي السيرمو ريجليشن بتاع البري تيرم از اماتيور وبالتالي ريسكي ان يجي له شوك وستريس من الهايبوثيرميا وبالتالي نوت ريكومندد نستخدمه في البري ماتوريتي. الانيشال ستابلايزيشن احنا الحاله الدكتور احمد شفه وقال لك هنبعتها للدكتور محمد خشبه هنعمل ايه على ما بعتها للدكتور محمد خشبه؟ ما مش هنحطها في الاسعاف ونمشيها ففي حاجه اسمها الباسيف كولينج احنا ما عندناش كولينج اكتف كولينج ما عندناش الجهاز الحلو عند دكتور محمد خشب لكن ممكن نعمل بس كولينج. البس كولينج بيبدا immediately after delivery and after resuscitation at delivery room بتعمل ايه البس كولينج ان احنا تيرن اوف ريدنت وورمر بدل ما نشغل ريدنت وورمر ويدفي يا جدع وشوف سخن وما سخنش يبري بتكوشنت بنعملها في نورمال دليفري لا نعمل تيرن اوف ريدنت وورمر ونشوف التمبريشر بتاعتنا خلال 33 34 ونست
نستخدم الثرمومتر يكون ريكتال ثرمومترز، وبعدين نقيس الحراره كل 5 دقائق و10 دقائق واحنا رايحين بالاسعاف على الدكتور محمد خشبه. هروح على الدكتور محمد خشبه، عنده الاجهزه ابديتد والميدي ثيرم 3 هايبر هايبوثيرميا، والجهاز لازم يكون هايبر وهايبو يعني ما يبردش وما اعرفش يسخن، يبقى هايبو هايبر ثيرميا وريكتال تمبريتشر. طب العيل نحطه في حضانه ما نحطوش؟ المفروض يبقى العيل ده نيرسن نيك بيبي الريديانت وورمر وزين فورمر اوف نوت ان انكيوبيتور، لان احنا مش محتاجين انكيوبيتور لان الواد ده موست كومنلي يا اما ليت بريتيرم يا اما فول تيرم، مش محتاج الانكيوبيتور بتاع البريتير. وده الشكل عند دكتور محمد خشبي، عندك دي ولا عندك الثاني بيه؟ عندك الاثنين، شكلك غني وعندك الاثنين. عندك هيت كولينج ولا عندك التوتال بودي كولينج؟ الهيت كولينج. عشان كده لازم هنشكر بقى في هيت كولينج عشان دكتور محمد خشبي قاعد. ده الهيت كولينج ان هو بيقول لك المشكله عندنا فين؟ في البرين، واحنا عايزين نعمل كولينج لمين؟ للبرين. طب نيجي نعمل كولينج للبودي ليه ونعمل كومبليكيشن وسايد افكت؟ فنعمل كولينج للبرين او في التوتال بودي كولينج، الناس لهم افكار ثانيه. طب ايه الفرق بين الاثنين بقى، بين التوتال بودي كولينج والهيت كولينج؟ وجدوا ان السيستميك كولينج او التوتال كولينج بيعمل يونيفير او هوموجينس كولينج اوف ذا برين كورتيكال اند سب كورتيكال برين تيشو. واحنا عارفين الهايبوكسيك سكينك افكتنج ذا كورتيكال اند سب كورتيكال تيشو، وبالتالي احنا محتاجين هوموجينس cooling of the cortical and subcortical vision. لكن الهيت كولينج بقى الكولينج للكورتكس بس. طيب الدكتور محمد خشبي لازم منه ما ازعلش، دايما ما ازعلش لانه وجدوا بعد استاتس كتيره ان بص في سم لهم ذا سيم افكت ريجاردنج الموربيديتي اند مورتاليتي. عشان خاطرك بس دي، اي حد تاني كان في كلام تاني. إيه وانتو كول بقى امتى نعمل كولينج؟ الكولينج فيرست 3 اورز الدكتور احمد كاتب خلال 3 ساعات بعتنا للدكتور احمد خشبه محمد خشبه، وان شاء الله الحمد لله بقى كويس. يبقى وذ 3 اورز بيجيب ذا بيست افكت ريجاردنج النيورو بروتكشن. لو قعدنا 5 ساعات او اكتر بيعمل بارشل افكت، بعد 6 ساعات بيعمل نو افكت. عشان كده اكشوالي ذا ماكسيمم افكت عند 3 ساعات من الدليفري. انفورشونيتلي يا دكتور عاطف زي ما قلنا ان هي اسمها بيرينيتال اسفيكسيا، يعني بيرينيتال يعني انتينيتال نوتال بوست نيتال، اللي ممكن الطفل ده يتولد ويكون عنده اسفيكسي انتينيتالي، وبالتالي يبقى احنا عندنا تايم اوف دايجنوزس بيكون ان افويدبل اند ان نون ديلي مش عارفينه. عشان كده احنا بنقول ايه، ان الكونفرجن بيبدا مع السكند ستيج اللي هو بعد 6 ساعات، لكن ممكن يبدا ايميديت بعد ما يتولد. هل معنى كده الكلام ده عكس الكلام ده؟ لا مش عكسه. الواد اللي اتولد ده وحصل له كونفرجن من الهيبوكسيك سيمبليك انتفولوسي، ده اساسا كان عنده انتينيتال كوز اوف برينج اسفيكسي، يعني هو مايت اسفيكسيتد، وبالتالي الواد الحلو ده مش عارف هنعمل له هايبوثيرمي امتى. يبقى انفورشنتلي موست كيس ديليفر ويز انتينيتال كوز اوف هايبوكسيك سيمبليك انتفولوسي. الانست اوف سير برضه انفورشنتلي بدايه السيزر، يعني بدايه نهايه السكند ستيج اوف دامج، يعني مع كده ان الهايبوثيرمي هيبقى نوت افكتيف. والبروتوكول عشان نقله احنا لازم نعمل باسيف كولينج، وممكن نعمل اكتيف كولينج بسيرفو كنترول كنترول بلانك. الديوريشن قد ايه والدبس بقى؟ عملنا الدكتور محمد خشبه يقعدوا قد ايه على الجهاز؟ ماكسيمالي الماكسيم افكت عند 24 ل 48 ساعه. طب 12 ساعه ما يعملوش افكت، طب ما نطول شويه نخليهم 3 ايام 5 ايام، لا ما يعملوش فيرزر افكت، ما يديش فيرزر بينفيت ويعملوا وورس للكومبليكيشن للهايبوثيرميا. الدبس بتاعنا قلنا من 33 ل 34، اقل من كده بيبقى هازاردس، اكتر من كده هازاردس. ريت اوف ريورمنج خلاص احنا خلصنا، قاعد هنا عند دكتور محمد خشبه، عايز يدي له الدكتور احمد هيعمل له ايه؟ يعمل جرادوال ريورمنج، لو عمل المفروض بنص درجه لكل ساعه، لو عمل رابيد ريورمنج في نص ساعه او 4 درجات في الساعه، ده بيدخل البيبي في انكريز الكتروجرافيك سيزو ويدخله في كورتيكال ابوبتوزس، يعني بدل ما بيحسنه يدخله في ابوبتوزس. كان كومباينيشن تريتمنت اوجمنتس افكت هايبوثيرميا في 3 دقائق. دكتور عاطف عارف المستعجل، معلش هم 3 دقائق قصدي دقيقتين، دي هندري عنهم بس وخلاص. ممكن ندي حاجات تانية النيورو بروتكتيف دراجز مع الهايبوثيرميا، ممكن ندي في كلمتين بصات الارثروبيتين، الارثروبيتين بتاع الارثروبيت بتاع الدكتوره ميرفا طبعا بتاعت الهيماتولوجي، صفحه الهيماتولوجي ايه دخل الارثروبيتين في النيورولوجي؟ لا الارثروبيتين له ارثروبيتين ريسبتورز على النيرف سيل بيعمل نيورو بروتكشن عن طريق ان هو بينكريز اكسبريشن اوف انتي ابوبتوتيك جين، يعني هو في ابوبتوزس لما طلع انتي ابوبتوتيك جين هيقلل الابوبتوزس، هيعمل سرفايفر للنيورونز ويديكريز التاسباس اكتيفيشن. ايه الكاسباس اكتيفيشن؟ دول هم مجموعه بروتيك بروتينز بيعملوا ديستراكشن للخليه اثناء الابوبتوزس، فبيقلل التاسباس ويقلل اوكسجين فري ده كريسبونس للهايبوكسيك اسكيميك انكيفالوباسي. الميلاتونين طبعا طلعت موضه، والميلاكريست والحاجات بتاعت الناس حلوه عايزين يناموا دول، احنا طبعا ما بننامش الدكتور محمد اصلا.
الملاتن ايه علاقته برضه بالهايبوكسيك اسكيميك؟ ده بروفلاكتيك تريتمنت بقى. قال لك الطفل هو ريسكي ان هو يجي له هايبوكسيك اسكيميك انتينيتالي، ندي مامته 1 مللي جرام ميلاتونين قبل ما يلعب كورته 10 دقائق، ده نيورو بروتكتف عشان ما فيش وقت. برضه الستيم سيل بتاع الدكتوره مرفت هيماتولوجي قال لك ان بتوع ترانسبلانتيشن مالكم انتوا الكلام ده، وجدوا الستيم سيل بتعالج كمان السيريبرال بولسي، لان هذا ستيم سيل كان بيديفرنشيتد تو نيورونال سيلز وتعالج السيريبرال بولسي. الزينون جاز ده بيستخدم في الانستيك افكت وله انتي ابوبتوتيك افكت وانهيبس اوبننج اوف مايتوكوندريال بورز. طبعا الميتوكوندريا هي مصانع الايه الانرجي، فبرضه بتبقى انجيجد في منطقه الدامج بين الهايبوكسيا، وبالتالي البورز بتعمل كونكشن بينها وبين الاذر سيلز وتعمل مور دامج للميتوكوندريا. الزينون ده بيحافظ على البورز ديت وديلي الاوبننج. الانتي كونفالسنت ندي او ما نديش؟ يعني المفروض ندي انتي كونفالسنت لما يحصل كونفالشن. لو ثاني ندي انتي كونفالسنت لما يحصل كونفالشن يبقى احنا عدينا السكند سيف دامج والبروز بتاعها وحش. لكن قال لك ممكن ندي الفينوبربيتون ايرلي بيفور ستارت اوف كونفالشن، ده كان نيورو بروتكشن على اساس اهو. لسه دقيقه واحده، حد مسؤول هنا؟ انت حبيبي ايوه قاعد لي انت، شفت راجل مسؤول اهو قاعد في الموقع. احنا خلاص انتي كونفالسنت قال لك ممكن ندي فينوبربيتون 1 بعد 10 دقائق من الولاده في حياه الهايبوكسيك اسكيميك انكفالوباسي، ممكن له نيورو بروتكشن افكت. الانتي ابوبتوتيك فاكتور اللي هو اسمه جروس فاكتورز، هو اسمه جروس يعني بعمل جروس، لو ادينا هيعمل جروس لايه؟ وجدوا ان الانتي ابوبتوتيك اللي هو اسمه جروس فاكتور بروموت نيورونال ستيم سيل، بيشتغل على ستيم سيل which can be differentiate proliferate maturate and within other different types of nerve cell. البلوكس اوف كونكسين هيمي شانلز، وجدوا ان واحد من الموست تراكنج فيشرز اوف هايبوكسيك اسكيميك اللي هو كان بي سبريد فروم ذا دامج اريا تو نير باي هيلثي اريا عن طريق الكونكسين شانل هيمي شانل دي. فقال لك احنا عملنا البلوكج الكونكسين هيمي شانل ديت ممكن نوقف السبريد اوف هايبوكسيك كومبليكيشن. لو كومبليكيشن اللي هو التمبرشر فيري لو، عشان كده وي هاف سيفير هايبوثيرميا. كارديو فاسكولار يعمل فيه البراديكارد او اريزميا، يقلل البلاد بريشر، يعمل هايبوتنشن ويعمل كارديك اوت بوت. اللنج هيعمل لها ايه؟ هيقلل السيرفكتنت برودكشن عن الميتابوليزم بي ال، وهيزود البلموني فاسكولار ريزيستنس، عشان كده بيزود البرزيستنت بالمو هايبرتنشن. عشان كده في الريتف كونتر انديكيشن البرزيستنت بالمو هايبرتنشن. الجي ار تي بيعمل دريت جاستريك امتي، بيعمل لها بور انترال اورال فيدنج، عشان كده بندي بارنترال فيدنج. الالكترولايتس امبالانس، الكواجولابس خصوصا البليتليت، الانفكشن لانه بيقلل البرو انفلاماتري ريسبونس، وبعدين الافكتنج دراج فارماكوكاينيز لان الهايبوثيرم بتقلل الفانكشن اوف الليفر والكيدني، وبتقلل بتدوي الديوريشن اوف ذا انتي دراجز وتقلل وتزود الكونسنتريشنز. الهوم مسج في ثلاث كلمات، انت حبيبي انا صح والكل مهم. الهوم مسج ان احنا بنقول 1 2 3 4 نمره 1 ان سبايت اوف جريت ادفانسز ان ليتال كير still hypoxic ischemic encephalopathy one of the most common cause of morbidity and mortality worldwide. يعني مش عندنا بس. تاني حاجه the major advances اللي احنا عملناها مع الدكتور احمد عامر، ان هو عمل ان بير ادفانس ان احنا نعمل ترانسليشن لسيرتك هايبوثيرميا انتو ذا روتين براكتس، يعني حاجه عنده هيحدث لك على طول بعد ما يستاذنك حضرتك. يعني الهايبوثيرميا is only treatment بيحسن morbidity والمورتاليتي، عشان كده الهايبوثيرميا is a standard routine treatment. وممكن نعمل كومباينيشنز من اذر دراجز تو اوجمنت افكت اوف هايبوثيرميا. اند ثانك يو، ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو فيري ماتش بروفيسور عبد الرازق الشيخ فور يور بانوراميك برزنتيشن. مش قادرين نلاحق المتعه اللي موجوده، فدايما بروفيسور عبد الرازق يعني ابديتد في كل التوكس بتاعته. يو هاف انجويد يعني. انا بس قبل ما ننقل الميكروفون على المنصه الثانيه، لو ليا سؤال في نص دقيقه. الرول بتاع الايفلكس اوف كالسيوم من الانمي ثايد دي اسبارتيت ريسبتورز الباثوجينيسيس، عشان كده ساعات بنسمي الانمي ثايد دي اسبارتيت ريسبتورز فده بالظبط كده، فعشان كده ساعات البلوكينج او بلوكرز اوف ذيس ريسبتورز بيساهم كتير قوي في الديلي اوف اتش اي اي بالنسبه لنا. فيعني ده بس اول بس يعني يس تمام. شكرا جدا. وانا عشان الدكتور حسام والدكتور خالد دي واحده دكتور عبد الرازق. طبعا بشكر حضرتك جدا، مقدره هايله وكامل تو ذا بوينت، لكن عندي بس تو كومنت. انا بس هكلم مع حضرتك من ادلت، انا ادلت نيفرولوجيست معلش فياتريك ادلت نيورولوجي. تمام، الامر سهل بينا ان شاء الله. يعني الفكره كلها ان احنا في مقدره النفرولوجي
في الهايبو والهايبوس والهايبو والهايبرثيرميا وار يوزنج الاكسترا كوربوريال دياليسيس بنستعمل الدياليسيس يمكن في النيونيت انا شايف انها مور كومون القصه مور كومون في النيونيتس والبيدياتريكس لكن في الاضل ما هيش كومون لكن احنا ممكن بنستعمل الاكسترا كوربوريال سيركوليشن بمعنى تمام بحط العيان على هيمو دياليسيس وبقلل التمبريتشر بتاعه المكنه وبعمل الريت زي حضرتك قلت بالظبط بزود الريت 0.5 كل كام ساعه واطلع لغايه الكوربن تمبريتشر ما تتحسن بتاعته تمام اول سؤال هل الاكسترا كوربوريال سيركوليشن بارد في النيونيتس والبيدياتريك ولا لا يعني استخدم في الهايبوكسيك سيمج في الهاي مش لا في الهايبوثيرميا انا بتكلم على الهايبو والهايبر سيرميا تمام هل الاكسترا كوربوريال سيركوليشن بارد از تكنيك في البيدياتريك والنيونيتس ولا لا هذا واحد النقطه الثانيه عايز اسال حضرتك عليها الاريثروبويتين تمام حضرتك قلت في التريتمنت انا بستعمل الاريثروبويتين تمام لكن لازم اكون حريص جدا وانا بستعمل الاريثروبويتين لان ممكن يكون المكتين مع الهايبوكسيا بتاعه العيان عالي الاريثروبويتين لو اديته والجلوبين عالي ممكن يعمل لي اصلا بريدوس يكون بلشر يعني الاريثروبويتين قصدي حضرتك ان فيها يكون فيها هايبر فيسكوستي بالظبط يعني احنا عندنا الهيموجلوبين عالي اوريدي عالي في النيوبور بالظبط كده وده الاريثروبويتين وبالتالي عالي الهيموجلوبين وبالتالي هي سيمبو امبوليك مانيفيستيشن ليه رغبه انت في السيمبو امبوليك مانيفيستيشن لا هي ما بيعملش الحاجات دي يعني هو الحاجات دي ما بتحصلش فروم براكتيكال بوينت اوف فيو ما بتحصلش لان بتبقى في شورت تايم يعني تريتمنت اوف شورت تايم جاست انك تعمل انت ابوبتيتك جين تعمل اكسبريشنز وتقلل الكاسباس سيستم وخلاص بتوع طب ميكسر دكتور سيركوليشن هل في البيدياتريك بتستعملوها في الهايبو والهايبر ثيرميا ولا لا لان لو ما بتستعملش الاكسترا كوربوريال دياليسيس انا ممكن استعمل الدياليسيس عندي لو عندي مريض عنده بيرزيستنت هايبو او هايبرثيرميا ممكن استعمل الدياليسيس كتكنيك انت حضرتك عندك حضرتك قلت ان انا استعمل الورمات ليه انت حضرتك قلت كلمه مهمه جدا السيستميك ورمات السيستميك هو انا عاوز استعمل سيستم هايبوثيرميا والحتى بالهايبر السيستميك هو المور افكتيف هتعمله ازاي ما هو في جهاز بتاع السيستميك هايبوثيرميا انا ليه طب انا ليه ما استعملش الدياليسيس لو العيان حتى لو البريتونال دياليسيس البريتونال دياليسيس في البيجيتري والدياليسيس دي بتاع شمت حضرتك انها بتشيل سابستنس وتحط سابستنس بتغير الميتابولايتس في البلاد الحاجات دي هتعدل بلاد برانيال ولا مش هتعدي دي بنحطها تحت بند مهم جدا نون رينال اندكيشن يا دكتور محمد خشه لو سمحت احضرنا عشان الموضوع ده يهمك الدكتور بيقول لك احنا عايزين نعمل نستخدم الدياليسيس بدل الهايبوثيرميا بتاعتك يعني هل الدياليسيس ممكن تستخدمها كهايبوكسيك سيم تحسن الموضوع ده افكار جديده لسه هايبو والهايبر سيرمي انا بس بفتح الموضوع عشان افتح المنطقه ديت المنطقه دي افتح المنطقه ديت ما تنساش ركز معايا دكتور محمد لو سمحت ركز يعني عايز تعمل مدرين دياليسيس اهلا صوت الميكروفون قريب اكسترا كوربوريال ممبرين اوكسجين له استخدامات في النيوناتولوجي معينه يعني ده بالنسبه لي. علشان اعمل ايكمو او اعمل دايلسيس لازم اركب سنترال لاين زاكولار سنترال لاين في الكاروتيد واعمل باي باس للهارت او للاكس كويس فدي عمليه يعني ريسكي جدا وعلشان كده اللي بيعمل اكمو في العالم كله سنترز معدوده ونتائجها خطيره جدا تمام وانديكيشن يا شباب مش سامعين منكم حاجه لو سمحت خلاص فده نقطه الحاجه الثانيه ان ما اتعملش اي تجارب هي فكره الفكره لابد تدرس ويتعمل لها مالتيبل ستاديز ويتعمل ميتا اناليسيس ستاديز ويشوف البينفيتس بتاعتها والسايد افكتس بتاعتها وهل هي
افضل من الكولينج ولا لا. تمام. فعلشان كده قبل ما نتكلم في النقطه دي سيادتك محتاجين ان احنا نعمل ستاديز. انا هرد على هو فيك لا انا فهمت قصدك. اديني فرصتي اديني فرصه خلاص فهمت قصدك. اقول لحضرتك بس هو قصده ان هو نستخدم الدياليسيس هايبوثيرمي والهايبرثيرمي. طب احنا ايوه اسهل الطاقيه بتاع الدكتور محمد خشبه ولا نعمل دياليسيس؟ ما الراجل ابديت اهو يعني عايز استخدم الدياليسيس كهايبوثيرمي. كل منطقه ده هيكون انديكيشن ولا كومبليكيشن. كل منطقه نشتغلها مفيش حاجه مشكله خالص يعني الدياليسيس ده انفيزيف. لكن دي نون انفيزيف. النقطه بتاع حضرتك اللي بتقولها ان هتشيل سبستانس والكلام ده انا بقول لك ان ديت نون رينال. لا ما انا خلاص فهمت قصدك انك بتستخدم هايبوثيرمي. انت بتعمل هايبوثيرمي باكاب ولا بدياليسيس؟ يعني الراجل ده ابديت وعنده كاب نعمل دياليسيس ليه؟ قلت انا يا باشا ممكن يكون زي الدكتور محمد ما قال كده في البيدياتريك وفي النيونيس الامر يكون صعب ليك لانها هتركب لايم والكلام ده ممكن. تمام. صعب ليك. لكن لو انت عندك مثلا بيدياتريك بيشنت 15 او 20 او 25 كيلو تمام الامر هنا ممكن يختلف بتاعتك ممكن تختلف. انا بس كل اللي عاوز اقوله انا عاوز اوجه اتجاه للمنطقه ديت عشان الناس ممكن تبص عليها وتشوفها ممكن تساعد عيانين. هو عايز يقول ان دياليسيس انديوسد هايبوثيرميا اور هايبرثيرميا. هو عايز يوصل النقطه دي. ما هوش علاقه بالهايبوكسيك سكيميك انكفالوباس. وانا هكمل الجزئيه البسيطه دي. اتفضل. طبعا مش النتيجة. تمام. فحضرتك الفكرة محتاجة ان حد يفكر فيها ريسيرشز. وبعدين يعني فكرتك انفيزيب واحنا بنبقى الحاجات انفيزيب دلوقتي سبيتر لكن لو احتاجناها مفيش مشكلة عشان خاطرك بس اسمعني دكتور عبد الرازق هو دكتور محمد بيه هو الايكمو يلا عشان الوقت نعم الايه مش سامع ناجي الحسين من القاهره انت بتتكلم عن دياليسيس الدياليسيس كونكلوسيفلي كده ما هواش انديكيتد في نيو بورن في حالات الاتش اي اي ولا هو سبستيتيوشن فور ذا ثيرابيوتيك هايبوثيرمي اب تيل ناو تو اور نوليدج. فزي ما بقول الدكتور محمد بيه ات نيدز ا لوت اوف ستاتستيكال بقى تعملوا ميتا اناليسيس تعملوا كور تعملوا داتا يعني محتاجه لكن هي از ا جود ايديا لكن ما نقدرش نحكم انها كود بي سكسسفول اور نوت لانها انفيزيف تكنيك حتى هي بتتعبنا في البياتريك انتنسيف كير يونت للاطفال الكبار. يعني دكتور ناجي معلش نقفل النقطه الدسكشن دي ويبقى فيها سايد دسكشن هنبتدي بعد شنو الجلسه الافتتاحيه عشان الدكتور خالد والدكتور اسامه عايزين يمشوا. بسم الله الرحمن الرحيم وعن كريم الرسول بما أنزل إليه